مشاهدينا أهلا بكم من جديد. معارض إكسبو هي أرض خصبة للإزدهار وريادة الأعمال والشركات الناشئة في فقرة رواد أعمال إكسبو. سنسلط الضوء على هذا المجتمع ونستعرض قصص نجاحهم. نعم، في هذه الحلقة هالة أبو علوان تحاور السيدة شيخة النويس نائب الرئيس لإدارة علاقات الملاك في روتانا الملاك. صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا مع قصة ريادة أعمال جديدة. إن دولة الإمارات بذلت جهوداً حثيثة لتمكين المرأة في القطاعات الحكومية والخاصة بما في ذلك القطاع السياحي والفندقي، ففي السنوات الأخيرة نجحت المرأة الإماراتية في اختراق القطاع السياحي من خلال تولي العديد من المناصب الريادية فيه. ومن قصص النجاح في هذا المضمار قصة ضيفتنا التي تفوقت في إدارة التدقيق الداخلي لروتانا، وحاليا تتولى قيادة تعزيز علاقات العمل بين روتانا وملاك الفنادق. للتعرف أكثر على هذه القصة الريادية يسعدني أن أحاور في الاستوديو اليوم السيدة شيخة النويس نائب الرئيس لإدارة علاقات الملاك في روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. صباح الخير شيخة. صباح النور، ومش شكرا كثير لاستضافتكم لي. أنا وايد مبسوطة أني أكون مع أكون معاكم اليوم حبيبتي. نورتينا شيخة، يعني ما شاء الله مثل ما قلنا بالمقدمة حد مسيرتك جميلة جدا، وخاصة أنه نشوف مرأة بمجال التدقيق مش دايما منشوفها، وبالقطاع السياحي الفندقي كمان هيدا عامل تاني مش دايما منشوفها. كامرأة إماراتية دخلت هالقطاع وكنت ناجحة وتفوقت، مش بس أي نجاح، وحافظت على امتثال روتانا مع القوانين الداخلية والخارجية وكل القواعد الامتثال. خبرينا عن هالمسيرة، مسيرة النجاح. شوفي، أنا بديت حياتي المهنية في 2008، وبديتها مع KPMG اللي هي International Company في مجال التدقيق. تميت فيها 3 سنين وعطتني المجال أن أعرف الكثير في المجالات الأخرى، نفس الفندقة، نفس الطيران والمجالات الأخرى. من عقبها في 2011 الوالد حب أني أكون معه في شركة روتانا اللي هي كانت it was established في 1992. نعم. وكان هو حلمه أنه يسوي شركة فندقية، وإحنا وايد فخورين أن نكون شركة وطنية بمعنى الكلمة. نعم. وحب أن من خلالها يشجع العنصر البشري الإماراتي أو العربي. نعم، ونحن بنوجه له تحية للوالد السيد ناصر النويس على هالنجاح الهائل اللي عمله. شيخة، خبرينا كيف بتشوفي، يعني بمجالك وفي كتير مبادرات مثل ما كنا هلأ عم نحكي قبل الهوى قامت فيها دولة الإمارات لتمكين وتشجيع رواد الأعمال، ياريت بتخبرينا عن أهمية، كيف بتقيمي أهمية هيدا التشجيع اللي بتقوم فيه الدولة؟ شوفي، العنصر البشري عنصر وايد مهم في نجاح شركتنا، واحنا والوالد دائما كان يحب انه يركز على العنصر البشري، انه يطوره ويحاول انه يعطي الحافز ويطوره دائما، وهاي سبب نجاحنا اليوم. ومن الاشياء اللي ساعدتنا دولة الامارات والقيادة الرشيدة مبادرة جديدة اسمها نافس. ونافس مبادرة بتمكن كثير من الشباب الإماراتي إنهم يدخلون القطاع الخاص. نعم. طبعاً هاي الشيء إحنا وايد يعني مبسوطين وفرحانين إن بنقدر نستقطب الكوادر الإماراتية. نعم. وندخلهم هالقطاع. نعم. أول شيء بنكون نقدر نتنافس مع القطاع العام أو الحكومي في المعاشات وفي التدريب. نعم. فحكومة الإمارات أظني سوت شيء وايد زين
في موضوع نافس عشان بتخلي الشباب الإماراتي أكثر متحمس إنه يضيف أكثر للقطاع الخاص. صحيح. وشيخة بالعودة لمسيرتك، هلا عم تحكي عن الكوادر البشرية وأهميتها، إحدى أدوارك الأساسية اللي حاليا بتقومي فيها بتعزز العلاقات بين روتانا وملاك الفنادق، وبتطلعيهم يعني بتخليهم على علم بكل شيء عم بيصير، بتخبرينا شوي عن هيدا الدور. هي شوفي، احنا مثل ما قلت لك ان العنصر البشري شيء اساسي في نجاحنا. نعم. وخلق العلاقه او العلاقه الصح بين ملاك الفنادق وبيننا احنا كشركه مانجمنت، لايك هوتيل مانجمنت تشين، وايد مهم. نعم. بيكون في استمراريه اكثر. صحيح. وبيساعدنا ان نطور هالعلاقه. صحيح. وبدال ما يكون عندنا فندق واحد. نعم. مع المالك هذا بيكون عندنا كذا فندق معاه. نعم. وهاي كلها يرجع لعلاقتنا وارتياحه. صحيح. صحيح. اذا هو مبسوط من ثقته، من هي اذا هو مبسوط من اللي احنا قاعد نقدمه. نعم. ومن من المردود. صحيح. اللي قاعد يشوفه اكيد. صح. بيكون في استمراريه، وهاي بيؤدي ل الجروث او تطور ال وهذا من اهم الشركة. عوامل الشفافيه وحوكمه الشركات. بالضبط. الاطلاع والاعلان الدائم. الشفافيه شيء وايد مهم. نعم. وهاي بعد عنصر اساسي في نجاح شركتنا. نعم نعم. وما عم نحكي، بما انه عم نحكي عن عناصر وعوامل نجاح الشركه، شو هي اهم عوامل نجاح رواد الاعمال والاشخاص اللي بيعملون بالقطاع الفندقي بالذات من خبرتك بعشر سنين ما شاء الله بهم؟ شوفي، اهم شيء ان يكون بالك وسيع. لازم يكون بالك وسيع، وانت في مجال ضيافه ومجال فندقه. صح. فلازم تتقبلين اراء الناس. نعم. وتستفيدين منها وتشوفين كيف تاخذين ارائهم وتطورينها. صحيح. وتشوفين كيف انت يو كان اد فاليو من ال 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 الاراء اللي انت هي وتقييمهم. نعم. للسيرفيس، تقييمهم للاشياء اللي احنا نقدمها كفندق. نعم نعم، رائع جدا. حبيت كثير انه واحد يكون باله واسع ويتقبل كل الاراء، كل مهما كان النقد البناء. اذا النقد كان بناء وكان في محله، بالعكس انت لازم تتقبلينه. نعم. وتطورينه. صحيح صحيح. وتشوفين كيف ممكن هاي it creates a memorable experience to the guest. يعني الزائر اللي يجي يكون يطلع ويرجع لك مره ثانيه. يرجع لك مره ثانيه. لويالتي. لويالتي. exactly. نعم نعم. شيخه، اول مره بتجي على اكسبو ولا عم تجي دائما على اكسبو؟ لا هاي ثالث مره. ثالث مره. كيف عم بتشوفي دور اكسبو بتمكين رواد الاعمال؟ شوفي، دور اكسبو هاي اظني الايفنت اكسبو بيكون تاريخي. نعم. وبيتم لنا وبيتم حق الاجيال القادمه. صحيح. وشيء عمرنا ما بننساه. صحيح. الطريقه اللي دبي قدرت انها تدليفر الحدث هذا. نعم. ما اعتقد اي حد ثاني يقدر يسويه. صحيح. واحنا هاي الشيء وايد فخورين، وايد. صحيح. كاماراتيين وايد فخورين. نحن نضم صوتنا لك، كلنا فخورين. الحمد لله. بهالحدث الرائع. الحمد لله. ومش بس شيء، هم حاولوا قد ما يقدرون. يعني عندك الجناح الإماراتي، عنصر يعني البنى بعنصر إماراتي. نعم. نعم. كل البيلدينج ماتيريالز أو الصناعة إماراتية كومبليتلي. نعم. يمكن. نعم. الديزاينر غربي بس الصناعة صناعة إماراتية، وهاي يبين لك كيف. صحيح. قدروا إن يمكنون الشباب الإماراتي والصنع الإماراتي. صحيح. مش بس شيء، إحنا حتى في الفنادق لما بدأ الحدث وايد شفنا يعني إشغال كبير. نعم. في الفنادق. نعم. الأوكيبنسيز مالنا ارتفعت، ومش بس الأوكيبنس، حتى الأفرج روم ريت. فهاي فالإكسبو وايد زاد،
وعلى على على على, على, على السياحة. سيدة شيخة النويس، أنا بتشكر كثير وجودك معنا ومشاركتك لخبرتك الواسعة بمجال الفندقي. شكرا كثير. شكرا وايد على استضافتكم، ونتمنى لكم يوم سعيد. تسلمي. ونحن كمان.